السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو زياد. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنقول لكم معلومة إن شاء الله مفيدة جدا وهتستفادوا منها إن شاء الله، تمام؟ هتقدر تحل مشكلة الغسالة أو تحل مشكلة المروحة. دي مروحة يا جماعة ال جي، تمام؟ المروحة دي يا جماعة تمام فيها مشكلة. المشكلة يا جماعة بتاعتها إن التروس اللي جوه دي اتاكلت، فالمروحة بتلف على الفاضي، تمام؟ طبعا يا جماعة المروحة ديت تمام أهي زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، تمام؟ المروحة دي يا جماعة بتتباع غالية، يعني هي بتتباع في السوق غالية، يعني في السوق بتبقى تعمل لها مبلغ، وحتى في الشركة لو انت هتيجي تتصل بالشركة تمام بتعمل مبلغ. طب احنا في امكانية نصلحها؟ اه في امكانية نصلحها، تمام، وبأقل التكاليف، تمام. يا جماعة الحاجات دي بتتباع، هي ده احنا قلنا قبل كده ده القلب لأول مرة طبعا يتابع القناة، يعني ايه يتابعنا قبل كده، كنت انا اتكلمت قبل كده في كذا فيديو، تمام. القلوب دي يا جماعة بتتباع، القلب بيعمل له حوالي بتاع 20 25 جنيه في أي محل بتاع قطع غيار، تمام. هتفك حضرتك الايه؟ المروحه، طبعا بتكون المروحه متاكله، ولنفترض تمام نفترض ان دي احنا طبعا مركبين، دي كانت فيها مشكله برضو، احنا غيرناها، دي اللي بتبقى البايظه فيها مشكله اهي، تمام. دي بتبقى متركبه من هنا. طب احنا عشان نفك دي بنعمل ايه؟ بنبتدي ان احنا بنجيب استشوار، تمام، استشوار، تمام، ونبتدي ان احنا ايه بنسخن على المنطقه اللي هي دي، المنطقه دي، تمام. بتدلنا نسخن 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 لحد ما تبص تلاقي ده اصلا جواه بلاستيك زي ما انتم شايفين كده، اه تمام. بتقعد تسخن تسخن تسخن، بعد كده ما بتسخن بتقوم جاي قالب المروحه وجايب اي حاجه رفيعه بتزق دي بتطلع معاك، وبتدق دي بشاكوش، تمام. دي بتركب معاك، دي الجديده اهي، دي بتركب معاك هنا، تمام. يبقى دي تمام زي ما بقول لكم المعلومه ديت ان شاء الله النهارده، تمام. دي معلومه ان شاء الله هتقدر ان انت تعالج بيها الايه المشكلة بتاعتك، أو تحل بيها المروحة، أو بدل ما تجيب مروحة ثمنها 700 جنيه، المروحة دي يا جماعة ب 700 جنيه في الشركة، أنت ممكن تصلحها ب 50 جنيه، يعني بحاجات يعني مش هتكلفك حتى 50 جنيه. لو أنت مش هتعرف تفك ديت، أو أنت عميل مثلا ومش هتقدر تحل، يعني مش هتقدر تفك ديت تمام وتحلها، ممكن حضرتك توديها لإيه؟ لأي مخرطة، قول له بتاع المخرطة، قول له لو سمحت عايزك تركب لي القلب ده مكان ده، تمام. عادي، ممكن في كذا طريقه، ممكن لو في شنيور، وانت لو حطيت الشنيور فيها هتلاقي دوت التاكلت، هتلاقي طلعت معاك بتركب دي، دي لو هتوديها مخرطه يعني، تمام، وهيشحط لك دي تاني على المخرطه وهتبقى بتركب، هياخد 20 جنيه 30 جنيه كلام فاضي برضه، تمام. يعني دي هتكلفك حاجات بسيطه، وان انت برضه مش في منها انواع، في منها 10 سنه زي كده زي ما انتم شايفين، تمام، وفي منها 11 سنه، في منها المربع، دي بتبقى مربعه برضه بتتباع، تمام، كانت برضه فيها مشكله، تمام. يعني القلوب ديت مجموعه كذا قلب، فكل قلب على حسب الايه الموديل بتاعه، في 10 سنات، في 11 سنه، في مربع، في مشار، على حسب السن انت بتقوم جاي قايل الايه تاخد المروحه معاك. لو انت مش هتعرف تاخد، لو مش هتعرف تجيب زيها او مش عارف السن بتاعها، بتاخد المروحه القديمه معاك وتروح للايه للتاجر، وتقول له انا عايز ايه، انا عايز حاجه تركب على الايه على الريشه دي، بدل ما تغير المروحه. يبقى انت كده وفرت ثمن الايه المروحه، وعالجت المشكله بتاعتك، تمام، وحلتها بارخص حاجه بنفسك، تمام. وان احنا يا جماعه زي ما بنقول لكم، احنا بنقول لكم كل ما هو جديد تمام في القناه، يعني انت لو انت جديد في القناه تابعنا ان شاء الله، عشان بننزل لك معلومات ان شاء الله قيمه وحاجات تستفادوا منها ان شاء الله. وزي ما انا بديك المعلومه بما يرضي الله، محتاج انك تتفاعل مع القناه ودوس لايك واشترك في القناه، واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.